السلام عليكم أعزائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. بدي اليوم على جالاتا بورت، واحدة من المناطق الحلوة اللي فتحت يعني بالجديد حديثاً باسطنبول. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. حتى توصلون المول جالاتا بورت، على سبيل المثال كنتم بمنطقة تقسيم، راح تروحون المحطة المترو بتقسيم، تركبون من هناك وسيلة نقل اسمها فونيكولار F1، يأخذكم من تقسيم إلى محطة كاباتاش. من توصلون كاباتاش، من داخل محطة كاباتاش تحولون إلى التراموي. أما إذا كنتم بمنطقة السلطان أحمد، راح تركبون التراموي باتجاه كاباتاش، مو باتجاه أمينونو. أمينونو راح ينزل يتوقف بأمينونو، بينما كاباتاش راح يستمر إلى كاباتاش، والنزول راح يكون همين بمحطة توب هانا. والنزول راح يكون بمحطة تراموي توب هانا، اللي تصير بالضبط مقابل مول جالاتا بورت. نزلنا اعزائي بموقف الترام او محطة الترام توب هانا، وهسه راح نتمشى ان شاء الله الى جالاتا بورت. مثل ما تشوفون اعزائي، اكو هنا كلها قطع كاتبين جالاتا بورت، وهنا هاي القطعة الثانية من كاتبين جالاتا بورت من هذا الاتجاه. مش بشوف هنا كاتبين، وهنا بناء مكتوب على اسطنبول مودرن، وهنا هذا المدخل مال جالاتا بورت. هاي البناية اللي تشوفها قدامكم هاي بناية اسطنبول مودرن سانات ميوزسي، اللي هي متحف الفن الحديث باسطنبول. المتحف كلش حلو وراح يعجب الأشخاص المهتمين بالفن. وصلنا اعزائي للمول، هسه راح ناخذ لنا جولة حتى نستكشف شنو موجود داخل المول. شوف ما شاء الله المول شقد حلو ومزدحم كلش بالناس.
بالبداية خلي أحكيكم عن سبب تسمية هذا المول. قبل أكثر من 800 سنة بزمن البيزنطيين سووا ميناء بهاي المنطقة سموه على اسم غلطة، وكمين برج اسمه غلطة على التلة. هذا الميناء يعني سووه بنوه حتى تزيد الحركة التجارية بين اسطنبول أو القسطنطينية بذاك الوقت وبين الممالك الأوروبية. الأتراك بنوا الميناء من جديد، لكن ما يستقبل سفن تجارية، يستقبل السفن الكبيرة الكروز، هاي السفن العابرة للمحيطات. هاي السفن تجي من الدول الأوروبية وتجي هنا لإسطنبول. يعني ما شاء الله هاي السفن ضخمة، الكروز عالم ثاني، تقول كأنما فندق متنقل. وهاي العبارات اللي اذا تشوفوها قدامكم، هاي العبارات قسم عندها تسوي جولات بالبسفور. اذا تحبون راح اترك لكم الرابط مال الفلوج رحلة البسفور، كلش رحلة حلوة، راح اخلي لكم الرابط مالتها بصندوق الوصف. وكم من عبارات تنقل الناس من الموانئ مثل امينيونو الى الجانب الاسيوي من اسطنبول والى بعض المناطق في الجانب الاوروبي. هسه خلينا نحكي على اهم ميزات يتميز بها هذا المول. اول ميزة اللي هي انه هذا المول قريب على منطقة السلطان احمد، وطريقة الوصول اليه كلش سهلة، مجرد مثل ما قلنا تركبون التراموي توصلون لهنا، يعني يحتاج لكم بس وسيلة نقل واحدة، ويعتبر مثل ما قلنا اقرب مول الى منطقة السلطان احمد. ولو اكو مول ثاني اسمه مول هستوريا باكسراي تقريبا نفس المسافة، يعني من السلطان احمد الهستوريا بالترامواي تقريبا 25 دقيقة، ونفس الشيء من السلطان احمد الى غلطة بورت هم تقريبا 25 دقيقة. يعني نفس الشيء تريدون تسوقون هناك او هنا نفس الشيء، الامر عائد لكم. الميزة الثانية اللي هي واجهة المول البحرية، واجهة كلش حلوة ومميزة، وبيها من مطاعم وكافتريات، بيها اطلالة كلش حلوة على البسفور. جزء واحد يقول يعني انه يعني عادي البسفور واحد يقدر يروح من السلطان احمد الى امينيونو، امينيونو اقرب، بس برأيي يعني امينيونو شوية الساحل مالته يعني شوية شعبي ومزدحم، وممكن ما تشوف مكان للجلوس، إضافة إلى الضوضاء بأمينيونو، تعرفون حركة السيارات وسفن والصيادين همين يزاحمون السياح بأمينيونو. بينما هذا الساحل مثل ما تشوفون ساحل راقي جدا وهادئ، وماكو أحد يزعجكم ويزاحمكم. الميزة الثالثة هي وجود المطاعم والكافيهات الراقية ذات الإطلالة البحرية، مثل مطعم جونايدن واحد من المطاعم التركية المشهورة، واكو همين فرع لحلويات حافظ مصطفى همين محل حلويات مشهور. وهسه نجي على بعض النقاط
أو السلبيات بهذا المول. هذا المول مثل ما ذكرنا يطل على البسفور، مسافة صفر، يعني مثل ما تشوفون الساحل مباشرة على البسفور، وللأسف ما مخلين بحاجز حماية خصوصا اللي عنده أطفال، ممكن لا سمح الله الواحد يعني ينزلق أو مثلا ما منتبه ممكن يعني يوقع بالمي مباشرة، فالأفضل كانوا أنه يخلون حاجز حتى يمنع الناس من السقوط أو أنه لا سمح الله يوقعون بالمي. الشغلة الثانية، المول ما مسقف، غير مسقف، هو شيء بصراحة حلو ويعني انطى فخامة للمكان وتوسعة كلش كبيرة للمكان، لكن هذا هميا يعتبر يعني سلبية نوعا ما، خصوصا بالصيف اذا كانت درجات الحرارة عالية بنص الصيف راح يصعب على الناس انه يتجولون به خصوصا وقت الظهيرة، وبالشتاء هميا اذا كان الجو ممطر راح تتقيد حركة الناس ويقل زوار المول. النقطة الثالثة أعزائي، المول بصراحة بيه هواية ماركات، قسم الماركات عالمية وراقية وأسعارها كلش غالية، وقسم الماركات يعني مو كلش مشهورة، جزء كناس يعني فضلوها بصراحة، أنا قسم عندها ما سامع بيها. المهم أكو شيء سلبي إنه قلة الماركات اللي أسعارها مناسبة، خلينا نقول مثلا ماركة إلسي واكيكي، منو ما يشتري من إلسي واكيكي؟ هواي ناس يشترون من إلسي واكيكي، وماركة ديفاكتو، ماركة فلو، فيعني اللي يدور على هيج ماركات حاليا ما موجودة بمول غالاتا بورت، فراح يصير يعني هذا المول يعني غير مناسب للتسوق. ومع ذلك اللي يحب التسوق اكو ماركات مثل يو اس بولو، ماركة مافي، زارا موجودة بمول غالاتا بورت. التصميم المعماري للمول انا اشوفه كلش حلو وعجبني، بيدمج عناصر التصميم المعاصر مع احترام للمباني التاريخية المحيطة بالمكان، وهنا مثل ما تشوفون مخلين نباتات بصراحة كلش يعني انطت جمالية وحيوية للمكان. وبالنسبة لكم أعزائي، زرتوا هذا المول قبل؟ رأيكم به هل يستحق الزيارة؟ أريدكم تكتبوا لي رأيكم به جوا بالتعليقات.
شوفوا هسه طلعت للطابق العلوي، همين اكو بعض الماركات يعني موجودة هنا. واكو همين مثل التراس بإطلالة حلوة. ولهنا أعزائي ينتهي فلوق هذا اليوم، أتمنى إن شاء الله يكون الفلوق عجبكم. لا تنسون تدعمونا باللايك وبالشير وسبسكرايب، انتظروني بفلوق جديد. تقبلوا تحياتي.